السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد قناة أم جنى ولؤي. مرحبا بكم، مازلنا مع سلسلة الصابلي اللي بعجينة تاع 250 غرام زبدة نديرو 80 حبة صابلي. نعود لكم مقادير العجينة عند طريقة سريعة. عندنا كاس سكر ناعم، نصف كاس زيت، علبة زبدة تاع 250 غرام، نخدمهم مليح بالباتر، نضيفو لهم زوز بيضات، ملعقة فاني، رشة ملح، نلمو بالفارينة وكيس خميرة كيميائية. نقسمو العجينة تاعنا، كل نوع راح ديلكم إذا راح تقسموها على أربع أنواع تاع الصابلي راح ديلكم كل نوع 20 حبة. أنا اليوم راح ندير نوع آخر أيضا، شاركتكم نوعين وهذا النوع الثالث اللي راح يكون دائري، يكون بحشوة في الوسط. يجي بنين بزاف، حشوة راح تكون بنوات كوكو. عندي كمية من نسكافيه، راح نديرها فوق العجينة كيما تشوفوا، كمية من نسكافيه بهذه الطريقة. راح نضغط، راح يعطيها واحد الذوق، نتمنى تجربوه. اللي ما يحبش ذوق النسكافيه ممكن يستغنى عليه. واللي تحب ايضا تعجنو ديراكت معاها ما تحطوش من الفوق، يعني دير كميه في العجين وتخلطو مع العجينه وتبدا تطبع. نفوت عليه غير كيما هك، ما نرقوش بزاف العجينه تاعنا. نبدا نطبع بهذه الطريقه، ما طاب الكاطو تاعنا كيما راكو تشوفوا. راح نحضر له الحشو، عندي كميه من نواة كوكو، راح نضيف لها زوز ملاعق من الكريم شونتي، راح يجي حشو طعمه هايل بزاف، حتى اللي ذوقه راح تعجب له البنه ويصدق كاين مكون سري. نخلط المكونات، نهز كريم شونتي، وعندنا نيسلي، نبدا نضيف بشوي حتى تتكون لي المرحلة هذه. لازم نستخدم اليد باش نعجن باش تكون لي عجينة. كيما تلاحظوا بقيت نضيف في النيسلي حتى تكونت لي عجينة، راح نغلفها ونديرها في الثلاجة لمدة ساعة ومن بعد نخدم بها. بهذه الطريقة خليها في الثلاجة ساعة باش تجيني الخدمة بها سهلة. بعد ما ارتحت الحشوة تاعي راح نحلها، نستعين بالبابي فيلم باش يعاوني بهذه الطريقة، وما نحلوهاش رقيقة بزاف، نحاولو نحلوها شوي خشينة بهذه الطريقة. راح نبدا نطبع بنفس الطابع اللي طبعت به الحبة تاع الكاطو بهذه الطريقة. يجي بنين بزاف ويجي شكله راقي. نجيب الكاطو تاعي، راح ندير له كميه من نيسلي في القاعده، ونزيد ندير له كميه من نيسلي باش الحشو يلصق لي. نستعين بحاجه نهز بيها لهذه الطريقه، نحط نلصق، نحاول نسوي الأطراف يعني نواة كوكو،
الحبة تاعي راح تجي واقفة على هذه الطريقة، تجي حبة هيك، وراح نزينها بالجوز وورق الذهب. نكمل اللصق كامل الحبات اللي عندي، وتشوفوهم في المرحلة الأخيرة في التزيين. كيما تشوفوا درك بعد ما كملت درت له نواة كوكو، درك راح نزينه، ندير كمية من نيسلي باش تلصق لي حبة الجوز تاعي، وندير الجوز على هذه الطريقة، ونكمل نزينه بورق الذهب. نكمل لصق كامل الجوز في الحبات، وهذا هو الشكل تاعنا الأخير للقاطو. كما تشوفوا زينته بكمية ملي شيريز والجوز وورق الذهب. نتمنى تعجبكم وصفاتي، كما تشوفوا شكله راقي بزاف وبريستيج. وكما تشوفوا انا كنت قسمت الحبه لكن ما كنتش نصور، حسبت روحي نصور ما كنتش نصور. نزيد نقسم معكم، تشوفوا الصابلي يذوب والحشوه طريه وشكله راقي والم اي مناسبه يعني تحبوا ديروها. وفي الاخر نقول لكم طلعوا بزاف في روحكم وما تبخلوش عليا بليجام. انتظروني في وصفه اخرى وفيديو اخر. سلام الله عليكم.